تحليل توافقي واحتمالات. أول سؤال، أول سؤال، في إحدى مراكز الخدمة، ماهر على السريع، في إحدى مراكز الخدمة، ركزوا معي. إيه لا متراجحة، هذا المجموعة الأولى ما حكينا عن المتراجحة اللوغارتمية. حلينا بالمثال معادلة، المتراجحة شو بتفرق عن المعادلة؟ هي نفس الخطوات بس آخر شيء بتقاطع الجواب مع شرط الحل، هذه لا تنساها. اكتبوها على جنب، بالمتراجحات آخر خطوة، متراجحات اللوغارتمية آخر خطوة مقاطع الجواب مع شرط الحل. وكمان شغلة مهمة، كيف بتطلع شرط الحل بالمتراجحات اللوغارتمية؟ شوف إذا معك لوغاريتم أصغر من لوغاريتم بياخذوا شرط الحل من الطرف الصغير، يعني يلي ورا المتراجحة. أما إذا لوغاريتم زائد لوغاريتم مثلاً أصغر من لوغاريتم هون منقاطع. يعني إذا شفته بس لوغاريتم ولوغاريتم هون ميزة لإلك من الطرف الصغير يلي ورا المتراجحة. أما إذا شفته أكثر من لوغاريتم هون قاطع مجموعات التعريف. والحل طبعاً نفس طريقة المعادلة. في إحدى مراكز الخدمة ثلاث مهندسين وخمسة عمال، ركز، ثلاث مهندسين خمس عمال، بكم طريقة؟ كم لجنة قوامها مهندس واحد وعاملان يمكن تشكيل لمتابعة أعمال الخدمة؟ شباب قولا واحدا بهذا الدرس عندك طريقتين، يا توافيق يا مبدأ أساس، تراتيب كبة على الزبالة لا تستخدمها. فأنا كيف بدي أعرف مسألتي توافيق ولا مسألتي مبدأ أساسي؟ هون عم يقولوا اللجنة، كتاب جنبها، بما أنه لا يوجد مناصب في اللجنة توافق، هاي قولا واحدا، بما أنه لا يوجد مناصب في اللجنة، في شيء مدير نائب مدير ما قالوا، نستخدم شو؟ التوافق. يعني أنا كل مسألة كل لجنة بدي إياها بالامتحان ما فيها منصب توافق، منشوف يلا. عندك ثلاث مهندسين بتقول توافق، من ثلاث مهندسين كم مهندس بدهم؟ مهندس واحد. و عندك خمس عمال كم عامل بدك؟ اثنين. بتقول توافيق ثلاثة واحد وتوافيق الخمسة اثنين، وبالرياضيات يعني ضرب، يعني بتختار هذول لحال وهذول لحال ونضربهم ببعض. هذه هي الطريقة بكل بساطة. توافيق الـ N واحد هي قاعدة في الرياضيات، أي عدد واحد هو N. شوف اللي قال لي امبارحة أنا أستاذ ماني أخذ هالدرس ما عم بفهمه، إن شاء الله ما تكون أخذ ولا حرف تفهمه هلا إذا بدك. أنا عم أشرح لك بحيث ماني معتبرك أخذ أصلاً. هاي القوانين، توافيق الـ NN كمان واحد. توافيق الـ NN ناقص واحد هو N، هذول بيمرقوا معكم. بشكل عام كيف بنحسب توافيق الخمسة اثنين؟ اتبع لي. إذا ما بتعرف شيء، خمسة عاملة يعني الكبير عاملة على جزء عاملي بالفرق، شو الفرق بيناتهم؟ ثلاثة عاملة، هيك تحسبها. ما عم يعرف التوافق. الكبير عاملة يعني خمسة عاملة، الصغير عاملة يعني الفوق عاملة، تحت عاملة، على الفرق عاملة، تطلع معك الإجابة. هذا جوابنا، توافق ثلاثة واحد ثلاثة ضرب. خمسة عاملة يعني خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، على اثنين عاملة يعني اثنين ضرب واحد، ثلاثة عاملة يعني ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد. ثلاثة بتروح مع ثلاثة، اثنين مع اثنين، أربعة مع اثنين اثنين، اثنين بخمسة عشرة، عشرة بثلاثة جواب ثلاثة. الحل موجود عندكم صفحة، أقدم الحل صفحة كم؟ 16. في بعض الأخطاء بالحلول، أنا ماني مدقق الحلول، بس نحن عم نحل، شوف الحل. صفحة 16. إذا ليه استخدمنا توافيق؟ لأنه ما في منصب. تعال شوف مسألة فيها منصب الزول على بعضها. سهاد وعاش صار باللي وصيتكم عليه؟ راح صوتي يلا. ما حدا جاب لي اياه. اعطيني يسلموا يا انساد. شباب السؤال اللي بعده، في
في احد الامتحانات لا في احدى مراكز الخدمه ثلاث مهندسين وخمس عمال نفسها بكم طريقه يمكن اختيار لجنه كمان لجنه بس انتبه مكونه من رئيس نائب رئيس امين سر هون في هالمره في منصب طب يوجد مناصب اي يوجد ترتيب مبدا اساسي بالعد يوجد مناصب اي يوجد ترتيب مستخدم مبدا اساسي في العد شوف كيف بتقول بتقول عدد طرق اختيار المدير شباب هن خمس عمال سوري خمس مهندسين وثلاث عمال او بالعكس خمس عمال وثلاث مهندسين طب هو بالمدير حدد لك هو بده يكون مهندس ولا عامل ما حدد لك شيء هون انت معتبر حالك بدولة ديمقراطية مثل اليابان مثلا يعني باليابان العامل بصير يكون مدير بمصر ما بصير العامل بيشتغل بالشوارع فانت بالمسألة لا تفكر انه دائما في واسطة ما في واسطة هون هون دائما الشروط بالاحتمالات والتحليل مثالية فانا ما حددت لك شيء طب نشوف لو قلت لك انا بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من مدير نائب مدير امين سر علما ان المدير يجب ان يكون مهندس فما فيني اختار العامل وين من ضمن المديرين هلا عدد طرق يعني كم طريقه عندك الاختيار اعتبر انت عندك هلا 1 2 3 4 5 6 7 8 اشخاص فانت كم خيار لديك 8 فبتقول 8 انا ما عم اسالك كم مدير بدك تختار انا عم لك عدد الطرق للاختيار يعني يا الشخص يا الشخص يا الشخص اذا 8 اخترنا مدير نجي على اللي بعده عدد طرق اختيار نائب المدير طب انت اخترت مدير قاعد على كرسي الاداره هلا نائب المدير نقص واحد شو ضلوا؟ 7 امين السر 6 قلت لك المدير ما بصير يكون نائب مدير تمام؟ عندنا بالشركات بتشوفها مدير ونائب مدير بيكونوا بياخذوا نفس الراتب نفس الشركات خاصه طبعا مثل المعهد عندنا انا مدير ونائب مدير امين سر يا مدرس طبعا السؤال الثالث خلاصة الحكي لجنة فيها مناصب مبدأ أساسي ما فيها مناصب توافق صارت سهلة كثير اوعى تخربط فيها يا السؤال الثالث في أحد الامتحانات يطلب من الطالب الإجابة عن 5 أسئلة من 8 سؤال دورة بكم طريقة يمكن للطالب أن يختار الأسئلة أنت شباب معك 8 أسئلة شوفها سؤال أول سؤال ثاني سؤال ثالث سؤال رابع سؤال خامس سؤال سادس سؤال سابع سؤال ثامن أنا أقول لك عندك 8 أسئلة اختر 5 من 8 حددت لك شيء مين أول شيء مين ثاني شيء في شيء أهمية للترتيب ما في أهمية للترتيب فدائما بالرياضيات شوف بس يكون عندك مجموعة كلية وأنت عم تاخذ منها مجموعة جزئية استخدم توافق ليه؟ لأنه ما في أهمية للترتيب، ما جبت لك أبداً سيرة شرط، ما في شرط، ما في شيء. طيب بما أنه لا يوجد شرط. لا يوجد شرط في السؤال. أي لا يوجد أهمية للترتيب، نستخدم توافق. معنا شو حلوا لهالسؤال؟ توافق، هن كم سؤال؟ 8 كم سؤال بدي؟ 5 اذا هو 8 5 8 عاملي على 5 عاملي الفرق شو الفرق؟ 3 عاملي شوف اللي بعده الطلب الثاني لحظه شو هلا انا بدي احكي عن طالب ضعيف المستوى جدا هلا انت متاكد توافق اوكي بس اذا بالامتحان خربطت نسيت توافق اللي مبدا اساسي حلها بطريقتين حلها توافق بعد شوي نظل لتحت قلت طريقة ثانية للسؤال الثاني محلة مبدأ أساسي ما هي وحدة منهم صح هلا وحدة منهم صح هلا المصحح مو مثلي هلا أنا معلمك بس طريقتين المصحح هسا شو بيخطر على باله إنه بصير فيه تراتيب فكرة الدكتور أنا التراتيب شو عم بقول لكم إياها لأن المبدأ الأساسي بحل كل مسائل شو؟ التراتيب طبعا يا معلمة لإلك بالنسبة للطالب اللي بده يشك بحله أنت متأكد توافق انتهى ما في داعي تكتب طريقتين شكيت حل طريقتين ما اجباري وحده منهم صح يعني فنحن معنا كان يا هي هي
تمام، هذه طريقة احتياطية لتنقذ نفسك، اوعى تترك هذا السؤال فاضي. طريقة أولى توفيق، طريقة ثانية مبدأ أساسي، وحدة منها بضغطات العلامة الأعلى إن شاء الله. والله ما يسمعوني عم أعلمكم هيك كذا. هاي قلت أنا للي مانو متأكد، لأن السنة الماضية عندي طالبة مجمعة 239.5. شو يعني؟ يعني جايبة تامة بالفيزياء والكيمياء والعلوم والفرنسي والإنجليزي والديانة، كل المواد إلا الرياضيات 595. والسبب هذا السؤال. وهلا بس نوصل على السؤال رح أقول لك شو عملت. ما وصلنا على السؤال موجود وشارحينه قبل بيوم من تروح على الامتحان النهائي. هالمرة ما شرحت الاحتمالات قبل بيوم، شرحت قبل بيومين، لأنه الأغلبية عنده مشاكل بهالدرس عشان لحى يدرس أكثر من المتتاليات والعقد. تمام؟ فهلا بدي أقول لك شو عملت. ولو سمعت نصيحتي وحلتها بطريقتين كان جابت 600 والأولى على سوريا، مجموع تام بجميع المواد. ف شفتوها بالمقابلة، شوفوا المقابلة على مركز أونلاين بعد البكالوريا. هلا ما عم تلحقوا تفتح مركزها في مقابلة مع المتفوقين عنا، فهي عم تحكي عن هالموضوع. يلا شوف الثاني، في شرط، انتبه على الثاني. بكم طريقة يمكن الاختيار؟ اها، إذا كانت الأسئلة الثلاثة الأخيرة إجباري. يعني هلا شو عم بعمل فيك أنا؟ انتبه، بدك تختار أوكي، بس آخر ثلاثة هتختارهم إجباري. تمام؟ آخر ثلاثة رح تختارهم إجباري. فهلا أوكي، آخر ثلاثة رح أختارهم إجباري، بس هل أنا حددت لك السادس قبل السابع؟ هي صفت مثل المهندسين والعمال، أنا عمل لك كأني عمل لك. لا انتبه، آخر ثلاثة خذ منهم ثلاثة، والخمسة اللي قبل خذ منهم اثنين. لا تنسى أساس السؤال، لو قولي كلمة خمسة ببداية السؤال أنت رح تجاوب عن خمسة بالأصل. إذا نكتب الفكرة جنبها، نقسم الأسئلة إلى مجموعتين، نقسم الأسئلة إلى مجموعتين، من أول خمسة رح نختار اثنين، من أول خمسة رح نختار اثنين، ومن آخر ثلاثة رح نختار ثلاثة. فشو بصير الحل شباب؟ يلا، من أول خمسة اثنين، ومن آخر ثلاثة ثلاثة. أنت هالموضوع طبعا توافق ضرب توافق. ليش توافق؟ ما في شرط، يعني ما في ترتيب عفوا. اكتب ونستخدم التوافق، لأنه لا يوجد أهمية للترتيب، لا يوجد أهمية للترتيب. بس ننسى التوافق، تذكر تعريف التوفيق. التوفيق هو مجموعة جزئية من مجموعة منتهية. يعني من الثلاثة ثلاثة هي مجموعة من مجموعة، ومن الخمسة اثنين مجموعة من مجموعة. انتهى الموضوع. إذا الجواب بيطلع عن طبعا توافق ثلاثة ثلاثة واحد، توافق الخمسة اثنين شو؟ عشرة. كلوب على بعض. السؤال الرابع دورة 2018 بيجي الطلاب لما شافوها، وكانت الأسئلة إجبارية قبل الكورونا. هذا الحكي من حظكم، كورونا صحيح موت كم واحد بس نفع طلاب البكالوريا كتير. في الشكل المجاور نتأمل شبكة منتظمة من المستقيمات المتوازية، والمطلوب كم عدد متوازيات الأضلاع. صار الطلاب يعدوهم بالامتحان، واحد اثنين هذا وهذا، واحد وهذا وهذا اثنين. لا هذا موضوع بسيط جدا، انتبه عليه. أنا أعطيك مستقيمات متوازية، أربع مستقيمات أعتقد بالعرض وخمسة بالطول، صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هيك وخمسة بالطول. لا إذا كنت أحول أنا يا متوازي الأضلاع. طبعا الفكرة بسيطة جدا، متوازي الأضلاع يحتاج ضلعين أفقيين وضلعين شعقوليين، صح ولا ما صح؟ متوازي الأضلاع يحتاج ضلعين أفقيين وضلعين شعقوليين. سالي ما فارق، اعتبريهم بالعكس نفس الشيء، المهم تعرفين من هذوك اثنين ومن هذوك اثنين. هلا انا اقول يحتاج ضلعين افقيين، شوف عد كم مستقيم، واحد اثنين ثلاثه اربعه، معناها انا بدي من هالاربعه بدي اثنين. اذا بدي من هالاربعه شو بدي؟ بدي اثنين.
ومن الخمسة الشاقولين بدي اثنين انتهى الموضوع. إذا شو الجواب؟ توافق من الأربعة اثنين ضرب من الخمسة اثنين. شو الموضوع؟ كتير بسيط. تكون واحد فهمان شو. مثلا أعطيتك أنا مخمس. لك كم مثلث بدي أشكل من هذا؟ المثلث كم رأس بده؟ ثلاثة، قول من خمس رؤوس ثلاثة، توافق الخمسة ثلاثة. موضوع بسيط جدا، بس شغل قراءتك شوي. اللي بعده السؤال الخامس، لا قبل ما اروح على الخامس، سادس، سابع، هلا صاروا كلنا احتمالات، سؤال اضافي يا. سؤال الرمازات وين دوروا لي عليه؟ يور الرمازات. تفضلي. سؤال ثالث شو بو؟ ما عم بسمع شيء. السؤال الثالث طلب ثاني. دقيقة شوي. السؤال الثالث طلب الثاني، عد لك اياه الطلب الثاني. هن عندك ثمان أسئلة، أنا جبرتك على آخر ثلاثة. ليك أنا آخر ثلاثة، فبدك تختاريهم إجباري. بتقولي آخر ثلاثة رح أختارهم، يعني توافق ثلاثة ثلاثة. كم واحد ضل عندك؟ خمسة. كم واحد ضل؟ خمسة. ومن الخمسة بدك تختاري اثنين، لأنه هو بالأساس بده منك تجاوبي عن خمسة. يعني آخر ثلاثة واثنين من أول خمسة. مع بعضهم شو بصيروا؟ خمسة. شباب السؤال الرمازات موجود، مو غمازات، رمازات بالراء مو بالغين. صفحة الورا شباب. شباب عم يضحكوا بقولون غمازات. شو رقمه؟ 16 لإيليا. يا عيني عليك ورموشي حواليك. يوجد لبعض انواع السيارات مزيع ذو قفل رقمي مضاد للسرقه عند ادخال كود مكون لون ثلاث خانات. لون ثلاث خانات يمكن لاي منها ان ياخذ القيم. اوكي يا رح ارجع له للسؤال، بس بعد السؤال الاضافي اكتب سؤال اضافي انا برجع له هذا. ضيفوا اخرة الجلسة. هام جدا متوقع. انا الشيء الغريب هيك ما بحطه بالجلسة بالمناسبة، لأن جلستني بتشغل كل سوريا. يلا مثل السؤال. لدينا المجموعة صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وحط الخمسة معه زيادة الخير خير. عندك مجموعة صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بكم طريقة يمكن تشكيل عدد مكون من ثلاث منازل؟ هذا أول طلب. ثاني طلب ترك الفراغ صفر مشان نحله، او لا بده بالفراغ بده ثلاث اسطر للحل. ترك ثلاث اسطر وبتبقى طلب ثاني. بكم طريقة يمكن تشكيل عدد من ثلاث منازل مختلفة؟ تعال حلهم بعدين بعطيك قصة. طلب أول طلب بدي عدد مكون من ثلاث منازل. شوف طب ملاحظ هيك على جنب. إذا كان بالمسألة ركز لي على الكلمة، إذا كان بالمسألة منازل خانات مناصب مراكز ميداليات او اي جمله تفيد الترتيب. هلا الميداليات بيرتبوا فضيه ذهبيه برونزيه، مناصب بيرتبوا امين سر مدير، منازل بيرتبوا احاد عشرات مئات، خانات بيرتبوا خانه اولى خانه ثانيه خانه ثالثه. كل هدول نستخدم مبدا الاساسي بالعد. نستخدم مبدا الاساسي بالعد. شو يعني؟ مسألتنا الآن مكونة من ثلاث منازل، يعني آحاد، خانة للآحاد،
خالي للعشرات، خالي للمئات. تمام؟ هلا بدنا ناخذ الوحده وحده. دائما رح نبدا على الشغله بمنازل العدد، نبلش بالمئات اذا كان الصفر موجود. اكتبها لها. اذا كان الصفر موجود بالارقام نختار من اخر منزله. بنقول عدد طرق اختيار المئات. شوف الصفر من ورا ما له قيمه فما فيني اختاره، فحسب كم عدد ضلوا عندهم؟ 1 2 3 4 5 ضلوا خمس اعداد. اذا الخمسه الصفر سوري من ورا ما بختاره بمنازل العدد. ثلاثه وين النكشه هون؟ اذا الصفر من ورا بشيله ما بحطه. كم عدد ضل عندي؟ خمس خيارات. اخترت وحده للمئات، بجي لمين؟ للعشرات. عدد طرق اختيار العشرات. هلا هون الصفر بصير، واللي اخذته اول شيء للمئات بصير ولا ما بصير؟ اذا قالوا منازل مختلفه ما بصير. اي سؤال قالوا منازل مختلفه؟ جاب سيره الاختلاف؟ ما جاب. اذا بصير فبحطها السته. يعني كل الاعداد بصير احطهم بالعشرات كلياتهم. والاحاد شو بيكون؟ برضه سته. ما عندي مشكله ولا باي عدد. هلا بعمل هيك حسب المبدا الاساسي. شو بصير الجواب؟ 5 ضرب 6 ضرب 6. هذا هو المبدا الاساسي انك تضربهم ببعضهم بيطلع معك الجواب. السؤال الثاني شو عم يختلف عن الاول؟ انتبه. قال لك منازل مختلفه، لو كلمه مختلفه بالسؤال الثاني شو بصير الجواب؟ يلا بنبلش بالمئات. الصفر بصير من ورا يا رغد؟ ما بصير، اذا بضل خمسه. شوف هلا بالعشرات أماني الصفر بصير ولا ما بصير؟ بصير. هيبة اللي أخذته من ورا بصير أخذه؟ لا. اعتبر أنت أخذت العدد خمسة لهون، فلما بدك تيجي تاخذ العشرات هذه اختفت، فشو ضل؟ ضل خمسة. أخذت الأربعة مثلا لهون، لما جينا للآحاد شو ضلوا؟ ضلوا أربعة. شوف اختلفت المسألة. أول شيء خمسة لأنه الصفر ما بصير، ثاني شيء خمسة لأنه العدد اخترته ما بصير، ثالث شيء أربعة لأني اخترت عددين لمنزلتين أو نقص اثنين. حسب المبدأ الأساس شو بصير الجواب؟ خمسة بخمسة بأربعة. ضيف طلبيات. بكم طريقة يمكن تشكيل عدد من ثلاث منازل على أن يكون الآحاد زوجي؟ يا عدد طرق. هلا صار عندك شرطين. أول شرط الصفر ما بيصير من ورا، ثاني شرط الآحاد لازم يكون زوجي. متى يكون العدد زوجي؟ إذا كان أحده زوجي. طب الفكرة نراعي الشروط أولا أثناء الاختيار. نراعي الشروط أولا أثناء الاختيار. يعني أول شيء الصفر، بدنا نخلص من مشكلة الصفر على طول. عدد طرق اختيار المئات خمسة، كلهم ما عدا الصفر. تمام؟ هلا ما بختار العشرات. في اولويه لمين؟ للاحاد. اذا هالمره بدي اختار الاحاد قبل العشرات. ليش؟ عشان اضمن انه العدد يكون زوجي. عشان اضمن انه العدد يكون زوجي. نجي هلا على الاحاد. بدي اخذ الاعداد الزوجيه واللي هي مين؟ 0 و2 و4. 3 اعداد. هيك بضمن انه العدد يطلع زوجي. نجي على العشرات، انا قلت شيء مختلفة؟ لا، كلهم بصيروا عشرات. حسب المبدا الاساسي 5 ب3 و6. ولا تخاف من المسائل فيها شروط متداخلة ما بيجيبوها بالامتحان. شرط واضح وصريح بكم.
بس قلت لك بدي عدد من مضاعفات الخمسة. أحد شو لازم يكون؟ صفر وخمسة. عدد فردي، أحد شو لازم يكون؟ فردي. وهكذا. ممكن يجيك هيك سؤال فدير بالك منه. ضيف طلب. بكم طريقة؟ هام جدا، بكم طريقة؟ يمكن اختيار عدد مؤلف من منزلتين. مجموعهما المجموعان بيرجع على المنزلتين، مجموعهما زوجي. اها بدو عدد من منزلتين. والله شو اللي كلمة منزلتين؟ رقمين عمي. يا بدي مجموعة زوجي، امتى بيكون العدد زوجي؟ لان انا اول واحد زوجي واحد فردي. مجموعة زوجي عمل لك. اكتب فكرة جنبها. يكون العدد زوجي او عفوا يكون المجموع زوجي، يكون المجموع زوجي اذا كان الرقمان فرديان او الرقمان زوجيان. يعني يا اثنيناتهم فرديين يا اثنيناتهم زوجيين. طبعا بهيك مسألة هو ما رح يقول لك منازل وكذا، بدي لك لديك بطاقات مرقمة بالارقام، هيك رح يجيب لك اياها. بقول لك اختار بطاقتين، هيك بدي اقولها، اختار بطاقتين مجموعا زوجي. يلا هلا انت فهمت الفكرة، بتكتب على الابيض بتقول انا بدي زوجي وزوجي او فردي وفردي. ليه؟ زوجي وزوجي مثلا اثنين واثنين مجموعا اربعة بيطلع مجموعا زوجي. فردي وفردي ثلاثة وثلاثة بيطلع مجموعا ستة كمان مجموعا زوجي. فبقول له هلا زوجي وزوجي بيجي لهي، كم زوجي عندك؟ عد صفر واثنين والاربعة، اذا عدد الطرق ثلاثة. اللي هو شو يعني؟ ضرب. كم زوجي عندك؟ اسا ثلاثة. نجي على الاو، ليك الاو بالاحتمالات والتحليل التوافقي يعني زائد. حالة ثانية يعني. كم فردي عندك؟ برضو ثلاثة. ضرب. كم فردي عندك؟ ثلاثة بثلاثة تسعة زائد تسعة 18. شباب إذا ما عرفت ما بتتركه فاضي، بتروح بتجرب بهالأعداد وبتطلع له 18 عدد على المبيض، بتنقذ نفسك بالسؤال. بس هذا آخر وقت يا دوب تشتغل. بصير مثلا فكر أنا مين الأعداد بدي يطلع مجموع الرقمين زوجي، بقول 44 صح؟ 24 40 وهكذا. طيب شو رايكم بأربعة صفر؟ بصير؟ بصير لأنه ما في منازل قلت لك أنا، مجموعون زوجي بطاقات. طيب إذا قال مجموعون فردي انتبه على هي. اكتب نفس السؤال مجموعهما فردي. نفس السؤال مجموعهما فردي. يلا بأي مدى يطلع بطاقتين مجموعهم فردي؟ بده يكون واحد زوجي والثاني شو؟ فردي. بنقول مجموعهما فردي، يعني بتتذكر بتقول زوجي زائد فردي يساوي فردي. بس بدي ظبط صياغة الجملة، اكتبوا والله عندكم. من البطاقات الستة السابقة، عشان أعطيك جملة صح. من البطاقات الستة السابقة نسحب بطاقتان معا، بطاقتان معا
على أن يكون المجموع فردي. بكم طريقة يمكن ذلك؟ لو وين كلمة مع؟ ليك معا بالرياضيات توافيق قولا واحد. تمام؟ لأنه نحن صرنا مسألة سحب، بس يقولوا معا توافق. يلا اسحب لي بطاقتين معا، بس بدي مجموعة فردي. امتى بيكون مجموعة فردي؟ الأول فردي والثاني زوجي، يعني زوجي فردي. يلا مثل المهندسين وعمان. فردي، كم فردي عندك؟ ثلاثة، كم واحدة بدك منهم؟ بطاقة. الوشي يعني انه ضرب. كم زوجي عندك؟ ثلاثة، كم واحدة بدك منهم؟ الجواب ثلاثة ضرب ثلاثة شو بيطلع معك؟ تسعة. إذا هون لما بيسحب وبيقول لك معا تعطي توفيق لكل بطاقة، البطاقة الأولى فردي والبطاقة الثانية زوجي، ولا يوجد عكس، يعني ما بتقول أو العكس، يعني أو فردي أو زوجي وفرد. نفس الجملة، طب نفس السؤال، نوع السحب على التتالي دون الإعادة. نفس السؤال، نوع السحب على التتالي دون الإعادة. مش لو حسيت هلا بلش يفوتوا ببعض، البيت بتركزها، بس اكتب المعلومات مشان ما تضيعها. هي شو نفس السؤال؟ يعني اسحب لي بطاقتين مجموعا فردي، بس مو مع بعضهم ورا بعضهم، على التتالي دون إعادة. تبعني لو نقول على التتالي دون إعادة، على التتالي دون إعادة ومع إعادة مبدأ أساسي. ما هو طريقتين، يا توافق يا مبدأ أساسي. ليش مبدأ أساسي؟ لأن هون في ترتيب تتالي، يعني ترتيب. تعال حل المسألة. بدنا نحن فردي وشو؟ وزوجي. بدي ملاحظة هيك بالوش من فوق على الصفحة. بس يقولوا على التتالي نعكس الحالات. بس يقولوا على التتالي نعكس الحالات. شو يعني نعكس الحالات؟ يعني فردي زوجي او العكس، زوجي وفردي، لانه ضل ورا بعض. شوف عم تسحب زوجي ثم فردي او فردي ثم زوجي ورا بعضهم. لانه تعال حلها فردي ما عاد في توافق. ها كم طريقه للفردي؟ عد ثلاثة ضرب، هاي هو ضرب. كم طريقة للزوجي؟ برضو ثلاثة أو العكس. طيب الزوج بطاقتين كم مرة بينعكسوا؟ مين بيعرفها لهي؟ طب ملاحظة ما بيعرفها، عندما نعكس بطاقتان نضرب باثنين عاملين، نضرب باثنين خليها. واحدة ثانية، عندما نعكس ثلاث بطاقات نضرب ثلاثة عاملين وهكذا. هون كم عم تعكس؟ زوجي وفردي بطاقتين، اذا بتضرب باثنين. اذا شو الجواب هون؟ 3 3 9 2 18. غير هيك ان شاء الله مبدا اساسي، يعني مسائل على تحليل التوافق بتيجي بهي الطريقه. لجنه، بطاقات، اسئله، رمازات. تعال نشوف وين ضربوا الطلاب بالرمازات. يلا هلا فينا نحل الرمازات اللي جت العام الماضي. طب دوره 2020 أو ضربة الـ 2020، هذا السؤال اللي هو واحد في رفيقتنا اللي عمل لكم عنه الخمس علامات. شو رقمه بالجلسة؟ سؤال؟ ستاش. يوجد لبعض أنواع السيارات مزيع ذو قفل رقمي مضاد للسرقة عند إدخال كود مكون من ثلاث خانات. لون ثلاث خانات. كلمة خانات شو يعني؟ مبدأ أساسي بالعد. حط دوير على كلمة خانات، كتب مبدأ أساسي بالعد.
هلا الان صار شو حالنا بجلسه توافيق نيالي فيها؟ خربان بيت هون، تمام؟ شو رقم السؤال؟ لا قولنا يا بالله وين موجود بالحل؟ صفحة 19. يفضحونا بكره يقول الاستاذ فارس عم يحل غلط. صفحة 19 وحاليا توافق والله. اشطب الحل اذا توافق. السؤال 16. اها توافيق خطا فادح. ليش؟ لانه قالوا خانات. خانات انتهى مبدا اساسي بالعد. طيب ثلاث خانات بدهم، يمكن لاي منها ان ياخذ ايا من القيم صفر. اه بتعرف تقرا عربي؟ ياخذ ايا من القيم. ايا من القيم يعني الصفر بصير ولا ما بصير؟ طب لا تعرفوا شو صار بالطلاب ليله الماده او قبل الماده؟ انا شو قلت لهم؟ ترى اذا اجاكم منازل عدد، منازل عدد لا تختاروا الصفر من ورا. هذا منازل عدد شيء؟ هذا كلمه سر. بصير بالموبايل نحط صفر من ورا كلمه سر؟ انا رمز موبايلي اربع اصفار، شنو شكله؟ صفر 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 صفر. الرمز والكود وكلمة السر غير منازل العدد. اكتب هذه المسألة ليست منازل عدد، بصير الصفر من وراء. هي مشكلة وخوفية. هذه المسألة ليست منازل عدد، بصير الصفر من وراء. إذا لما بقول لك كلمة سر أو رامز، رامز يعني كود، ما عندك مشكلة بالعدد شو صفر. أصلا هو موضح لك إياها بالسؤال مشان ما توقع بهي المشكلة. قال لك يمكن لأي منها، يعني حتى الصفر بصير يكون من وراء. إذا هلا شو بنقول؟ كم خانة عندي؟ ثلاث خانات. عدد طرق، هلا من وراء ولا من قدام نفس الشيء؟ ما عاد في شرط. عدد طرق اختيار الخانة الأولى، قديش؟ ستة. عدد طرق اختيار الخانة الثانية، في أهمية للترتيب؟ ما في، برضه ستة. الخانة الثالثة برضه ست. قصدي في اختلاف؟ الو مختلفة شي خانات مختلفة؟ لا. إذا ستة بستة بستة. ستة ضرب ستة ضرب ستة. تفضل. ما في دون إعادة، وين؟ شو بقى؟ يوجد عكس؟ مش قلنا دون اي عدد السؤال؟ ايه ما في مشكلة. هدول الفردي، هدول الزوج، مالك على بعض. لو زوجي وزوجي كانوا صاروا 3 ضرب 2. تمام؟ لو زوجي وزوجي. بس هون شو؟ هي لحال؟ هي لحال. لذلك ما بين معك النقصان. وبتبين معك بالاحتمالات بعد شوي. شباب. الطلب الثاني. ما عدد الرمازات التي تصلح للقفل المكونة من خانات مختلفة؟ يلي فوتها لما نار بالحيط كلمة مثنى مثنى. أنا ما كنت بدي أقول اسمك، بس شو يعني مثنى مثنى؟ أنا عم أقول لك أنتوا ثلاثة بتلبسوا ثياب مختلفة، مثنى مثنى، يعني أنت ما بصرت تلبس مثله، وأنت ما بصرت تلبس مثله، وأنت ما بصرت تلبس مثله، يعني مختلفة مثنى مثنى، بالمشهر ما هي مختلفة وبس. فبيضيعوا لي كلمة مثنى مثنى، يشتموا مختلفة وانتهى الموضوع. بلش بقى مسنا مسنا شو يعني؟ هالجوز غير هالجوز وفقته 600 حرف، بدنا نفكر شو يعني مسنا مسنا؟ طيب اذا عندك مشكله باللغه العربيه شو دخل الرياضيات؟ مختلفه مسنا مسنا، عم يوضح لك زياده انه كل اثنين ما بيشبهوا بعض، يعني الاول ما بصير يكون مثل الثاني، والثاني ما بصير يكون مثل الثالث، والاول ما بصير يكون مثل الثالث. الله يسامحه، الله شو كان؟ كان هي عندها استاذين، استاذ بالبيت، استاذ بالمعهد، انا اللي بالمعهد وهذاك اللي بالبيت. هذاك معلمها مسنا مسنا شكل، وانا معلمها مسنا مسنا شكل. وما رح اقول هذاك شو معلمها، الله يسامحه.
فهوني ما بقى تتذكر فارس شو قال لي وابو علي شو قال لي. اي واحد يا ترى الصح؟ هو انا شو معلم؟ ما معلم حلي بطريقته. كانوا تعاطفوا معه وعطوها الخمسه. صلحوا لها الاولى خطا، صلحوا لها الثانيه صح، وكانت اخذت الخمسه واللي هي علامه شو؟ ال 600. اذا لا تنغش بكلمه مختلفه. مسنا مسنا حنين كنت عم تسالي عنها مره. مسنا مسنا يعني بس مختلف. اذا يعني الخانات ما بصير يكونوا مثل بعض، يعني شو بدنا نصيروا شباب؟ سته خمسه اربعه انتهى الموضوع. ستة خمسة أربعة وخلص تمام؟ في عندكم السؤال، سؤال دورة 17، شوفوا على السريع. يحوي صندوق خمس كرات مرقمة 1 2 3 4 5، نسحب كرتين على التتالي مع إعادة. لون كلمة مع إعادة. شو يعني التتالي مع إعادة؟ ليك الساطع على اللون. تتالي مع إعادة شو بنستخدم؟ مبدأ أساسي بالعد. ليك شو بدو؟ نسحب كرتين. كم عدد النتائج المختلفة لهذا السحب؟ يلا من أول عدد طرق اختيار الكرة الأولى أو سحب الكرة الأولى. كم كرة هن؟ خمسة. كرة الثانية، كرة الثانية أربعة إلى خمسة، خمسة مع إعادة. أها، عرفت شو يعني مع إعادة؟ لو أنت مع الكتاب نستطيع اختيار البطاقة مرة أخرى. مع إعادة شباب يعني اللي بسحبها برجعها، يعني أنا جيت لأسحب شفت الخمسة، عدد خياراتي خمسة، سحبت، عينت شو طلع لي؟ رجعتها. لما تيجي اسحب مرة ثانية برجع بعين، برجع بشوفها شو؟ خمسة. اما كلمة مختلفة هيدي اللي حاطينها هذا بيقصدوا اذا مثلا انت اول مرة اخذت واحد بعدين اخذت واحد 11، اول مرة اخذت واحد بعدين اخذت 2 21، هذول هن يعني هالازواج اللي عم تسحبها مختلفة عن بعضها، ما لها علاقة والله 5 4 تبعت كيف؟ بس قال لك مع اعادة التاي اللي بيسحبه اول شيء برجع بسحبه ثاني شيء، يعني بقدر بسحبه مرتين. اذا 5 5 5 ب 5 25. تأكدوا من الحل بالله إذا في خطأ نصححه. تأكدوني من الحلول. أي صفحة الحل؟ ما عم شوف الحل أنا. صفحة 20 بالزاوية. وين بالزاوية؟ آخر شيء على الزاوية صفحة 20 مكتوب 5 ب 5 25، هذا هو الجواب. السؤال بعده، كم عدد النتائج التي تشمل كرتين مجموعهما فردي؟ يعني زوجي وفردي او العكس. زوجي وفردي او العكس. يعني الكرة الأولى، تعال نكتب هون يا وين بدك تكتب؟ هون يا زوجي وفردي ضرب شو؟ او العكس لانه على التتالي قلنا بنعكس الحالات. كم زوجي عندنا؟ عدوا لنا البطاقات، كم زوجي عندكم؟ 1 2 3 عندك 2 ضرب. كم فردي؟ 3 او العكس 12. كيف حالنا الانسات؟ نسيانين العكس ولا لا؟ لا ما نسياني. حطوا الثلاثة والاثنين بقوس مشان تتذكر هيدي اثنين البرة للعكس. أنا جيت بالامتحان شوفها، إجاني هذا الطلب أو اللي قبله وما عم بعرف حل. شوف كيف بيطلع لك ال 12 عدد يلي مجموعة فردي 21. شو بدنا البطاقة؟ 1 2 3 4 5 21 41 12 14 23 32. شو لسه زوجي مين عندي؟ خمسة واربعين، خمسة وعشرين، أربعة وخمسة، 52، 43، 34، 50.
عدهم 2 4 6 8 10 12 ليكن هذول يعني حتى يدويا انت قادر تطلع الاعداد اللي مجموع فردي وما هو طالب بكالوريا علمي حمار تارك السؤال فاضي عمل لك اعطيني بطاقتين مجموع فردي وهن صغار قليلين جدا ما بتعرف تطلعهم يدويا اكتب له اكتب له له لدينا 12 عدد وهي اكتب له هن على المبيضه يعطيك العلامه فلذلك لا تصير فاضي يعني تو وين ببغى قانون لا تحكم حالك بالقانون انت طالب علمي مخك علمي انقذ نفسك بهذا الموضوع كل فهم شيء يعني 12 طريقه ليكن هذول تمام حتى الطلب الاول 25 عدد بيطلعوا معك يدويا اذا انت بدك واكيد بالامتحان ما راح يجيب لك 10 اعداد طلع لي منهم بدي يكون يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه بستغرب من طالب علمي بده فرز بده طب بده هندسه وتاركه فاضي لهذا الطلب عيب قلت لي بدي طب وانت تاركه فاضي لانك ما تذكرت عندك عدة طرق تنقذ نفسك طريقة أولى يدويا مثلا طريقة ثانية مثلا مبدأ أساسي طريقة ثالثة توافق كل ثلاث طرق رح صح ثلاثة يعطيك العلامة هلا في عالم هون دارسين احتمالات فاضل الحياة يلا التتالي دون إعادة وين المقامات نحن هلا ما جبنا سيرة احتمال وين بيحطوا المقامات بالاحتمالات هذه كلها اسمع عدد طرق اختيار يعني لا يوجد مقامات ابدا كل شغلنا انتبهوا كيف عدد الطرق عم نضرب ببعض عدد الطرق اذا هون ما في مقامات ليش لان احنا ما فتنا لسه بشو بالاحتمالات الان هلا رح نبلش بالاحتمالات ان شاء الله لا قبل في سؤال مهم متوقع لهي السنه بسموه ثنائي الحد ايجاد حد عن طريق دستور ثنائي الحد انكشوا لي عليك لا إلي عسي أي سؤال لك صار له سنتين ما جاية متوقع هام جدا السؤال السادس عين في منشور ميخائيل امسح لي لحظة بتريد عين في منشور X مربع ناقص 2 على X أس 12 الحد الذي يحوي X أس 12 والحد المستقل على الاكس لون كلمة المستقل لون كلمة المستقل كتاب اكس اس صفر هيك معنى شو يعني مستقل عن اكس يعني الاكس اسها صفر اذا قلت لك الحد التربيعي يعني اكس مربع حد التكعيبي حد الخطي حد الخطي اكس اس واحد تمام حتى تحل له هذا السؤال يلي هو بده منك الحد لازم تكون حافظ قانون الحد العام بنسميه تي ار قانون لونه واكتبوه ما انا مكتوب عندكم اكتبوا جنب السؤال تي ار يساوي توافيق ان ار بي اس ان ناقص ار بي اس ار صح معي القانون؟ طيب مين هاي الار مين هاي البي مين هاي الار ركز يا روحي ار زائد بي اس ان شوفها هيدا الـ أول واحد وهيدا الـ B ثاني واحد والـ N هو الـ S والـ R تبقى مجهولة إذا بهذا السؤال كتبوا الفكرة جنب السؤال نكتب قانون TR نكتب قانون TR ونعوض نكتب قانون تي ار ونعوض ونجمع اسس اكس ونجمع اسس يعني جمع اس جمع اس ونجمع اسس اكس ونساويها
مع الأس المطلوب. انتو شو مطلوب الأس عندكم؟ إكس أس أول وحدة شو؟ 12 بين قوسين 12 و والثانية شو؟ مستفش يعني لنا صفر. يعني بتساويها مع 12 والصفر. كمل الملاحظة ونترك R في هذا التمرين مجهول ونحسبه. تعال نحل السؤال، بسيط جدا السؤال، علامته مضمونة لا تضيعه من ايدك. يقول السؤال نقلينا يا سلاف x زائد x مربع ناقص 2 على x اس اها يا ركز بيبي لا تمل، الملل عدو النجاح. أنا البارحة أعطيت دروس، بتعرف من أي صار أي صار؟ من لما شفتكم هون 8 الصبح للعشرة ونص بالليل بدون استراحة، يعني في بيناتهم ساعة هون والساعة ما برفع فيها، هذا بيسألني وهذا بيسألني وهذا بيسألني وهذا بيتصل إلى آخره، يعني كان في جلستين بكالوريا وجلسة تاسع. فلو أنا مليت كانوا التواسع آخر شيء أكله هو، ما هو امتحانكم مثلهم، يعني مثلكم بعد يومين امتحانهم هن. فلا تمل، بس تمل أكلت فستق. يا هذا أ فستق حلبي، هذا بي، هذا شو 12 ان. صار كل شيء سهل، القانون قدام عيونك. تعال نحل. يا الحل فيل يا بطريق، تي ار يساوي توافيق ان ار، الان شو هي لنا 12 هي ار بي ار، الار مين؟ اكس مربع اس ان ناقص ار، بتعمل قوس يعني 12 ناقص ار لان الان هي 12، ضرب البي 2 على اكس ايش ناقص؟ اها انا ماني شايف الناقص، ديروا بالكم الناقص هو الفرخ اللي كان بالدور، شايفين الناقص؟ هلا لو زائد ما عندي مشكله. كتبوا ملاحظة على جنب، الأ والبي بنعوضهم مع إشارتهم. الأ والبي بنعوضهم مع إشارتهم. يعني الاثنين على إكس شو إشارتها؟ سالب. فبتحط هون سالب. الله يسامحك، شو؟ لسه ما خلصت، طولي بالك. بي اس ار، مين عنده سؤال عن هالخطوة؟ هذه هي خطوة الحل أصلا. بنعيد، تي ار يساوي توافيق ان ار 12، ار هي ار، ان ناقص ار، البي مع الإشارة يعني ناقص 2 على اكس اس ار. فيكم تتأكدوني بالتعويض بالمكثفة بالحل عفوا؟ بس شوف نتأكد إذا تريد. صفحة كم؟ 16. إشارة رفقاتكم اللي عم يدرسوا على النت، ممتاز كله صح، هلا فينا نكمل يا. توافيق 12 ار تتركها كما هي. يعني هذه ما لك علاقة فيها، تركها. قوة القوة بينضربوا الأسس ببعض. يعني الاثنين بتنضرب ب 12 24 واثنين بتنضرب بالار 2 ار 24 ناقص 2 ار ضرب الاس فوق الكسر بيتوزع على البسط وعلى المقام بصير عندك هون ناقص 2 اس ار على اكس اس ار صعبة؟ حدا من ورا ما عم يشوف من البنات اللي قاعدين بعيد في مقعد هون اذا بدكم تقربوا كله تمام ورا ولا قاعدين مشان الهوا ورا؟ الجو رومانسي الهوا يا كفار الجمل من بعيد
عشتوا على الصوت بس. يلا يلا شهد صار على اللون. شباب بدي كم لهجه مشان اللي قاعدين ورا. نكمل بسيط جدا جدا. اخذنا 20 علامه بلا ما نحس. 20 علامه بيرفعوك للسما. توافيق 12 ار. ركز بيلي. اكس اس 24 ناقص 2 ار. هيدي الاكس بتطلع لفوق بتصير ناقص ار. يعني شو بتصير؟ ضرب ناقص 2 اس ار باكس اس. ركز لي هون. ناقص ار. انتبهت؟ هل كل شيء في اكس نجمع الاسس مع بعض هدون وهدون نجمع الاسس مع بعض بتصير 12 ار باكس اس 24 ناقص 2 ار ناقص ار 24 ناقص 3 ار بناقص 2 اس ار. انتهى الموضوع. بس وصلت لمحل اللي جمعت الاسس تاخذ اس الاكس. شو اس الاكس هون؟ 24 ناقص 3 ار بتساويها مره مع 12 لان هن حددوا طلبين هون. طلب مع اكس مرب اكس 16 طلب مع المدري شو الثاني. يلا بتقول 24 ناقص 3 ار بيساوي 12. بدك تحسب الار تنقل معاليم لطرف مجاهيل لطرف تطلع الار 4 بعد النقل والقسمه. طلعت الار 4 فالحد هو انتبه تاخذ لهي الاربعه بتحطها باخر خطوه مره ثانيه مو باول شيء باخر وحده بصير توافيق ال 12 4 باكس اس عوض الاربعه بدها تصير 12 بناقص 2 اس 4. هي حطينا بدل هالار بدل هالار بدل هلا بتحسب هي وبتحسب هي. هذول شو بدهم يكونوا؟ امثال اكس اس 12. اعطونا الجواب بالله عوضوه هون يطلع عدد احسبوه بالامتحان ما بيجي رقم كبير طبعا. هي مع مين؟ مع 12. إذا قال لك المستقل مع مين يعني؟ مع الصفر. شوف مع الصفر تاخذ نفسها الأس يعني 24 ناقص 3 آر مع مين؟ مع الصفر وبتحسب الآر عم تطلع 8 وبنرجع وين بنعوضها مرة ثانية؟ بآخر خطوة. بعض التمارين بيكونوا حاطين إكس وواي سوا لا تخاف خليك جبان خليك شجاع. أس الإكس مع أس الإكس وأس الواي مع أس الواي عادي مثل هاي بس زيادة شو بيكون عندك؟ واي. فهو بيكون قايل لك عين الحد أمثال الحد الذي فيه إكس مربع واي مكعب مثلا إكس مربع واي مكعب فباخذ أسس الإكس مع 2 أسس الواي مع مين؟ مع 3 وبحل النظام. سؤال هام جدا 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 جدا. ننتقل على شيء جديد. خلينا نحفظ هذا التسجيل لان التحليل التوافقي اعتقد مضى المسائل عنه.